بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. الآن إن شاء الله تعالى سنتبين ما بعض ما أريد في آية كريمة من القرآن العظيم آيتين من سورة آل عمران عليهم السلام، وحنا هي مرت سيدنا عمران عليهما السلام، هنا بالفرنسية، وننظر كذلك متمعنين فيما نزلت من بركات في آية 32 من سورة التوبة لو ربونتي أو لو باردو. نبدأ بآية 18 من سورة آل عمران عليهم السلام، كل بيد الله سوشير أو لفاميد عمران. يا أيها الذين آمنوا، خطاب موجه لنا ومقدمتنا الرسول الكرام عليهم السلام. يا أيها الذين آمنوا، اللي آمنوا من أتباع النبي عليه السلام، هنا موجه الكلام إليهم خصيصا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة، ne prenez pas pour ami intime deux sortes de gens، c'est-à-dire les gens des écritures، يعني اليهود والنصارى أهل الخسارة. شوفوا اليوم الكرب وين، واللي افتضح أمرهم يكون رقعة عين، صعود رقعة. هنا قالك احنا من البحرين، احنا من ناس مسالمين، ولهذا يجب نخلع نخلع نخنع ولخ لخ نخلع كل انتسابنا للإسلام. ما علينا، كان بن صهاينة هم أحدهم غير لئام، هذوك هما الناجحين، وهذوك هما القويين، وهذوك هما الأبديين في التسلط، إذن لا حيلة لنا. يعني خذيتهم بطانة، وفي آن وعد تقولوا احنا من المسلمين، واحنا أذكى المسلمين، واحنا كما قالوا بعض الكويتيين احنا يهود بني إسرائيل. يعني بعود تتميزوا بالواضح بانتسابكم لدين الإسلام، واتباعكم لرسول الإسلام، وعملكم بالقرآن حتى يرضى الرحمن. انتم عملتم عكس فستعكسون، وتراوا العجب العجاب لما كانت في حسبانكم يا أبغض الناس إلى الله حتى ترجعوا إليه تائبين. نسأل الله السلامة.